أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم حلقة جديدة من برنامج لقاء مع ضيوف. معكم موعد مقدم البرنامج نيك نجار، ونحن مع MEA تلفزيون، وضيوفنا اليوم السيد عامر ججاوي والسيدة فيرا ججاوي. رح نتحدث مع ضيوفنا عن نوعية جديدة ومعهد جديد أنشئ في منطقة سترلينغ هايتس، ورح نأخذ التفاصيل أكثر من طبعا من ضيوفنا. رح نتجه إلى ضيوفنا أخ عامر، أهلا وسهلا بالبرنامج. أخت فيرا أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا بيك. سيد عامر، طبعا احنا دائما نشجع ابناء الجالية اللي نشؤون اعمال جديدة، اللي انتربرنور نسميهم بالانجليزي، او رجال اعمال ناجحين، او ناس يقدمون خدمات لابناء الجالية، يسهلون الامور لابناء جاليتنا الموجودين في الولايات المتحدة الامريكية. واحنا محظوظين عندنا ناس مثلكم يشجعون دائما ويجون، يقدرون ابناء جاليتنا ينخرطون بهذا العمل، وطبعا بنفس الوقت يتعلمون ويعطون عندهم شهادات، وراح يروحون فتره حقل من الحقول المهمه جدا في الولايات المتحده الامريكيه، الا وهو الحقل الصحي. سيد عامر، ممكن تعرفنا على نفسك؟ نعم، شكرا اخ نيك لتاحت الفرصه لنا، وشكرا ل METV نعم للاعلان عن هذا البرنامج الصحي. انا عامر عزيز ججاوي، مؤسس ورئيس المعهد الصحي الجديد لأبناء الجالية، وهو حيكون لتدريب مساعدين ممرضين وممرضات نعم في المجال الصحي. شكرا جزيلا. أخذ فيرا نفس الوقت نسألك على تعرفين على نفسك. أنا عندي خبرة 40 سنة بمجال الصحة. نعم. مديرة مستشفى كنت، و في نفس الوقت نساعد هواية ناس من الجالية بالأعمال من ناحية الصحة. نعم. أخذ فيرا، أن يعرف أنه أنت والأخ عامر كان عندكم نيرسينغ هوم في مدينة ساوث في لسنين طويلة. تمام. وطبعا إدارة هذا يعني هذا الصرح، شلون نسميه، الصرح الكبير مو سهل، خاصة الناس اللي يكونون عندكم يكونون بحالة نفسية أو حالة صحية متعبة. فالعمل والتعاون مع هكذا ناس كان كل صعب جدا، يعني إقامة ورعاية الناس كبار بالعمر، وقسم منهم معاقين جسديا، وقسم منهم عندهم ذاكرتهم ضعيفة. فهذا عمل جبار وجميل جدا، وطبعا خدمة فظيعة. حتى إدارة هيك عمل ما بينك وما بين الأخ عامر اللي هو كان يدير الإدارة هذا الصرح كله إداريا، وأنت كنت تقدمين الخدمات مشرفة على الممرضين والممرضات اللي كنت تجيبيهم، شون كانت الفكرة بديتوا بها؟ الفكرة جتينا لأن كثير أكو نقص من ناحية الممرضات ومساعدين الممرضين والممرضات. نعم. فكنا نواجه هواية صعوبة، مو بس نجيب الموظف اللي هو عنده شهادة بهالمجال، بس الموظف اللي عنده الحنية. نعم. هاي عنده إنسانية بنفس الوقت. إنسانية وحنية، وعنده القابلية، اللي عنده صبر. نعم. لمن يداري المرضى، فهاي مهمة كانت هواية. نعم. سيد عامر، كما نعم ذكرنا أنه إدارة، أنتوا طبعاً فكرتوا بفتح المعهد الصحي لتعليم النرسات، بسبب أنه بإدارتكم للنرسينغ هوم كان عندكم نقص بالنرسينغ، شلون ما قالت الأخت فيرا، وأنتوا عندكم مشكلة ثانية كانت، بالرغم أنه كان نقص لأنه تردون الناس يتحدثون اللغة العربية واللغة الكلدانية، لأنه زبائنكم كانوا عندهم نسبة كبيرة من الجالية العربية والكلدانية، فأنتوا عندكم دبل أكشن، شلون ما يقولوها. نعم. ما عندكم بس نقص بالنرسز، عندكم نقص نرسز ويتحدثون اللغة، فما تردون تجيبون مترجم حتى يترجم على كل شيء، لأن كانت صعبة. فأنت كمشرف وكإداري وأنت كمسؤوليتك هايرينج أو تشغل الناس، شلون كنت تفكر بيها، شلون راح تشوف هذول الناس؟ وأنا أعرف أنه سبب من الأسباب فتحتوا هذا المعهد لمعاناتكم بوجود أبناء جالية يتحدثون اللغة وعدم الخبرة، صحيح الكلام هذا؟ صحيح. نعم. يعني جت الفكرة أنه كنا نلاحظ ونشوف أنه أهالينا الكبار بالعمر كانوا يعانون من هالمشكلة النفسية والحنية والإنسانية، وكان الكولتشر يعني يختلف عن الكولتشر الأمريكي. نعم. والناس المعرفة كان أكون نقص بالكوادر العربية والكلدانية،
فجتني الفكرة أنه محتاجين من أبناء جاليتنا أن يشتغلون في هذا المجال، وما يقدرون يشتغلون لأن هاي مؤسسة صحية وتابعة لوزارة الصحة، فلازم يدخلون دورات ويتثقفون ويأخذون شهادة بيها ومعترف بيها. نعم. لأنه تعرف قضايا صحية و يعني لازم يكونوا متعلمين ويفتهمون بيها. وأكو مدارس أمريكية يعلمون هذا الشيء، فأنا أول يعني حبيت أنت من أوائل من أبناء الجالية يفتحون هيك، أنتوا من الأوائل فتحتوا هيك معهد، أكو معاهد أمريكية بس أنتوا من الأوائل من الجالية العربية الكلدانية اللي فتحتوا هيك معهد وراح تمشون معهد تخرجون ناس يشتغلون بهيك حقول. نعم، لأن هو هذا هدف إنساني ويعني محتاجي جماعتنا محتاجي، ف يعني فكرت انه اسس شيء معهد ونساعد ابناء جاليتنا حتى يتعلمون وحتى يكون عندهم مستقبل جيد. نعم. لوظائف، لانه وظائف بالمستشفيات وبالرهاب والهاسبيس والهوم كير وظائف جيده امتيازات جيده، فهم مستقبل ومطلوبة. أبناء الجالية مطلوبة والحكومة تشجع على هذا الشيء. نعم. بس جماعتنا ما عندهم ديش الثقافة بهذا المجال أو الخبرة فيها، فمحتاجين مساعدتنا وإحنا يعني نحب نساعدهم. نعم. أنا الشيء عجبني يعني قبل ما نتحدث مع بعضنا قبل ما ندخل للبرنامج، اللي عجبني إنه رجل وامرأة husband and wife يتعاملون في نفس المجال، وواحد يسوي قضايا إدارية اختصاص قضايا إدارية والثانية قضايا العملية والطبية. فهذا النادر لما تجد أبناء جاليتنا أنه يشوف رجال ومرأة يتعاونون مع بعضهم في تمشية مؤسسة أو معهد بهذا الحجم أو بهذه الطريقة. فأني شو ما يقولون بالإنجليزي I applaud you، يعني أصفق لكم يعني فشي مشكور. I'm very proud، يعني كلش يعني فخور بكم جدا أنه كرجال ومرأة يفتحون شي معهد من أجل مساعدة أبناء الجالية ومساعدة أنفسكم نفس الوقت. نرجع على الأخت فيرا. الأخت فيرا شو ما قلنا اختصاصك، أنت قلتي 40 سنة كبرتي عمرك، فريد نروح للقضية العملية. أنا بنتي أخويا أختي دي يتفرجون التلفزيون وشافوا عامر وفيرا قالوا عندنا معهد ودن نخرج نرسات، يريدون يقولون يا با احنا نريد نتصل بيكم، شلون نجي يمكم، شلون ناخذ معلومات، ممكن تعطينا شويه تفاصيل؟ ولا اولا احنا المركز مالتنا بوسط الجاليه بين 15 و 16 مايل على ديكوندر رود. نعم. احنا بقلب الجالية. قلب الجاليه. نعم. فاحنا الادرس مالتنا 35450 ديكوندر رود، احنا بسويت 106. سو انت ما بين 15 و 16 مايل على ديكوندر. على اعتقد هو ميبل كريست بيلدينج الميديكال سنتر، ويا نفس الدكتور وليد ممو والبقيه الدكاتره الارجنت كير واي. جيد جدا. سو الشخص اللي شلون ما ذكرنا سمع العنوان وقال اريد اتصل بعامر، اريد اتصل بفيرا، اريد اجي اسجل او اجي اخذ معلومات، شلون يتصلون بكم؟ رقم التليفون 586-999-5085. نعم. احنا موجودين يعني 5 ايام بالاسبوع، والمعهد مفتوح، فاي واحد يحب يزورنا. احنا موجودين من الساعه 8 الصبح الى الساعه 6 العصر 5 ايام بالاسبوع. نعم. ويجون ونفهمهم اكثر بالبرنامج اللي احنا نقدمه. زين. خاب احد الاشخاص اجى قال شنو المؤهلات او شنو القضايا كرايتيريا او شنو القضايا المطلوبه من عندي حتى اجي؟ لازم يكون عندي كولج ديجري، لازم يكون عندي هاي سكول ديجري، شنو لازم يكون عنده حتى يدخل لهذا المعهد؟ well، هذا البرنامج يعني يختلف كثير عن باقي مثل ما قلت المعهد الامريكي، لان الشخص ما لازم يكون يعني ماكو داعي يكون عنده هاي سكول ديجري ولا يكون عنده جي اي دي. اوكي، هاي تجي البرنامج يسمونه Certified Nursing Assistant، لأن تشجيع من وزارة الصحة مال ميشيغان Department of Health حتى يفتحون المجال الأكثر أشخاص يفوتون بهالمجال العمل. نعم. سيد عمر، بما أنه أنت إداري وأنت المشرف على يعني من يدخل واحد بالبداية راح يجي على عمر يقول أنا اتصل ألو عمر سمعت البرنامج مالكم اريد اجي ادخل هناك، شنو تنصحون الشخص
اللي يجي ذاك عمر معين ما يحتاج العمر. إذا واحد عمره 18 سنة مثلا لازم يدخل. لا. إذا واحد عمره 60 سنة يقدر يجي يدخل يسجل، لو تقولوا له أنت ما تفيدك القضية. أكو عمر معين لو ما يحتاج العمر مو مشكلة. من ناحية العمر من 18 سنة فما فوق. نعم. يعني أنا كوالفايد. أنت كوالفايد. جدو بس كوالفايد. نعم. بارك الله فيك. ونرحب بكل اللي يجون يسألون والطموحين واللي عندهم هدف بالحياة في هذا المجال. فنشجعهم ونعلمهم ونبدي وياهم من الخطوات الأولى ونشرح لهم كل الأشياء اللي يحتاجوا، بس يفضل أن يكون هو عنده يعني يحب يخدم في المجال الصحي. نعم. ومراعاة المرضى والاهتمام بيهم. نعم. وشغلة بسيطة هي يعني كلتنا عوائلنا مارين الظروف، أهالينا أبهاتنا أجدادنا، يعني في بيوتنا متعلمين عليهم يحتاجون محبتنا وإنسانيتنا ومراعاتهم. نعم. فنفس الشيء هذا. أخذ فيرا السؤال إلي، بما أنه أنت التكنيشن مال القضية الملمحد هذا، مدة المحد شقد هي؟ المدة هي أسبوعين. أسبوعين. أي. كم ساعة باليوم؟ 8 ساعات باليوم. خمسة أيام. خمس يعني 80 ساعة تقريبا. 80 ساعة والطالب يخلص البروغرام. من ضمن 80 ساعة راح يكون 16 ساعة تطبيق. عملي. تطبيق عملي. راح يكون بالريهاب سنتر أو بالنيرسينج هوم. أوكي. الدراسة هي يومية تبدأ 8 إلى 5 العصر. فعندنا امتحانات 10 امتحانات. الطالب لازم يجيب معدل 75% حتى ينجح وياخذ السيرتيفيكت من عندنا. نعم. سو الشخص راح يجي راح يدخل اسبوعين بس، مو 6 شهور مو سنة. نعم. اسبوعين كاملة 80 ساعة 40 ساعة 40 ساعة راح نسوي امتحانات. تحضروا تهيئوا. نعم. تهيئوا حتى اكو ستيد تيست. اي. اكو يعني مرة ما يطلع من الامتحانات من يمكم اكو امتحان الاخ يقدم عليه بالستيت حتى ينجح دين طول السيرتيفيكت او الشهاده. تمام. نعم. زين الشخص راح اذا فرضا ما طلع 75 شو ما قلتي بالحاله ايش راح اسوي له؟ راح تدزون الستيت مال الامتحان لو راح تكررون الموضوع وياه الى ان تكررون الامتحان وياه؟ نساعد الطالب بكل مرحله، يعني اللي دا نشوف الدرجات اللي يجيبوها اقل من 75 فورا يعني ورا الدوام يجتمع ويا المدرسة ونشوف شنو النقص بالمادة هي. نعم. ونكرر الامتحان مرة ثانية. والشيء الحلو بأنه المدرسات هم طبعا يدرسون بالإنجليزي، الامتحانات بالإنجليزي، فلازم واحد يكون عبده مبدأ يقرأ. مو لازم يكون عنده لغة. لازم يكون عنده لغة. نعم. مو شرط يعرف كل يعني شيء بالإنجليزي، يعني يحكي بالإنجليزي ممتاز، لا، بس القراءة لازم يعني مهمة كلش. نعم. ماكو داعي كتابة، لأن يعني كتابة ماكو. الامتحانات كلها سؤال واختيار الجواب. سؤالكو multiple answers. يعني اكو مجموعة، يعني سؤال هو واحد بس اكو عدة أجوبة يختار الجواب. تمام. سيد عامر، الشخص اللي يريد يدخل المدرسة، أنا أعرف عقاري كعقاري أو كمورج أو فشي، من ندخل المدرسة اكو في معين، اكو مبلغ معين تدخل تدفعه، فشقد المبلغ هذا؟ تقدر تقول لي شقد المبلغ هذا؟ المبلغ هذا من ضمن الكتب والملابس والأجهزة اللي يستعملوها بالمدرسة المستشفيات، وأكو إسعافات الأولية من ضمنها، كل هذه $1,200 بس. بس من ضمنها الملابس اليونيفورم والكتب. نعم. وكل شيء. نعم. هذا ينطوله كريدت واحد بالجامعة يدفع $1,200 أكثر من $1,200. زين الأخت فيرا كانت تقول أكو الستيت أوف ميشيغان أو I think الفيدرال يكود جيت سم تويشن، يعني تنطي شوي بعض المصاريف اللي ما عنده. ما أعرف إذا معلوماتي صحيحة ولا لا. تمام. وقت الحاضر أجين تشجيع من وزارة الصحة بميشيغان إلى الطالب ينجح بالبروغرام مالتنا وياخذ سيرتيفيكت وإلى ياخذ الستيت تيست. أوكي. وينجح بالستيت تيست ويتعين بالريهاب سنتر، خلال 6 شهور الحكومة ترجع له $950. يعني بس يصرف $250. Yes. القهوة اللي يشربها تكون أكثر، يمكم أكثر من $250.
صحيح ولا تمام. كذلك هذا البروجرام مالتنا تختلف عن باقي البروجرامز، لأن الدراسة يعني وقت قليل والتكاليف قليلة، وأكو تشجيع هواية للتعيين. نعم، أكو يعني مجال كبير جدا أنه الشخص اللي يتخرج. بما أنه حكينا الموضوع هذا سيد عامر، أنتوا كدوركم إذا الشخص يقول أوكي أنا تخرجت وأخذت الشهادة مالي سيرتيفيكت وأريد أتعين، شلون أقدم الرزمي مالي؟ لمن أقدم الرزمي مالي؟ شلون راح أقدر أتعين بريهاب أو مستشفى أو في المكان؟ أنتوا هل عندكم دور مساعدة هذول الأشخاص؟ نعم، من ضمن واجباتنا أنه نساعدهم بتملئة الاستمارات للتقديم، ونحصل لهم من خلال علاقاتنا، نحاول نحصل من خلال علاقاتنا بالمستشفيات وبالرهاب أنه نعينهم، وهذا هدفنا على مود نساعدهم، وأي شيء يحتاجوه احنا تحت الخدمة. نعم، أعزائي المشاهدين لازلنا مع ضيوفنا الكرام السيد عامر والسيدة فيرا ججاوي من Priority Health Institution، معهد الصحي لتعليم أبناء جاليتنا دروس في مجال الصحة وحصولهم على شهادة للتعيين في مجالات الصحة. طبعا المعهد شو ما قالوا أنه الدورة هي أسبوعين فقط 80 ساعة، ويدفعون المبلغ هو $1,200 خلال هذا. بعد 6 شهور من تعيينهم إذا ما يتخرجون الحكومة ولاد ميشيغان ترجع لهم $950، فينتهي بس $250. والدورة معترف، المعهد معترف به من قبل ولاية ميشيغان الأمريكية، معهد وزارة الصحة لولاية ميشيغان الأمريكية. لازلنا نتحدث بهذا الموضوع. المعهد يقع على ديكويندر رود في مدينة ستيرلينغ هايتس، ما بين 15 و 16 ميل، على ميبل كريست بيلدينغ. وساعات العمل من الساعة 8 صباحا حتى 6 مساء من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة. تلفون المعهد مرة أخرى أخذ فيرا 586-999-5085. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار عن طريقة العمل أو تسجيل تتصلون بالسيد عامر أو السيدة فيرا، أما يعني تروحون للمعهد مقر المعهد أو تتصلون عنهم عن طريق التلفون. فطبعا هذا الشيء جيد جدا، خاصة اللي يتحدث اللغة الإنجليزية، والمجال العمل بعد التخرج اكو مجال كبير جدا مطلوب. هذا يعني هذا الفرع الصحي في امريكا مطلوب جدا، بعد التخرج ممكن يشوفون شغل، ونفس الوقت الدفع اللي يتخرج ساعات يعني من دفع ماله جيد جدا، يبدون مبلغ جيد. المبلغ التعيين حسب المركز التعيين الصحي بين 13 و 16 دولار بالساعة المبلغ. يبدي. نعم، هذا ما عنده خبرة. نعم، ما عدا طبعا الامتيازات اللي راح تجي ويا الوظيفة، هي السيك تايم، الفيكيشن تايم، الهيلث انشورنس. نعم، كثير مراكز يدفعون على الموظف 100% من التأمين الصحة. نعم، أستاذ عامر ذكر قبل شوية حكاية عجبتني هواية، قال الكثير من عندنا ببيوتنا عندنا أمهات وآباء رادهم رعاية، فهذا المعهد حتى الشخص اللي ما يريد يشتغل، اللي ما يريد يشتغل يريد بس يسوي يتعلم حتى يسوي رعاية الأبوه الأمة أحد أبناء يعني العائلة، اللي يريد يجي يتخصص بدون حتى لو فرضا إذا ما نجح بالمدرسة فرضا وما يريد يشتغل، هذا ينفع شيء جيد جدا أنه أنا أروح أقوم بواجب الوالد أو الوالدة أو أحد أبناء العائلة اللي يحتاجون. فهذا مو بس شرط أنه واحد يروح يتعين، أكو ناس يقول لك أنا أخدم أمي بالبيت أو أنا أساعد أبويا بالبيت، فهذا شيء جيد جدا، يجي له أسبوعين يتعلم كل شيء، يروح قانونيا ويشتغل. وأنا متأكد هم أكو إذا دورنا الحكومة ميشيغان ممكن تنطي الراتب لهذا الشخص بالبيت اللي يساعد أبوه وأمه كهلب، يعني يعتبر كهلب هناك. نعم، وخاصة إذا عنده شهادة راح يعتبر هوم كير، يعني مثل الهوم كير. فالشيء هذا يعني سيد عامر طرحة أنا عجبني الموضوع هواية، الكثير من عندنا ما يعرف شلون يقوم بواجبات الشخص المحتاج بالبيت، إذا الوالد أو الوالدة إذا مسوين عملية مثلا أو عندهم فتشي، مثلا والدتي قبل فترة وقعد انكسر الهب مالها 3-4 أشهر كانت بالبيت، وكان يجون نيرس للبيت وما تحكي اللغة ولازم نروح نترجم لها. فإذا أحد أبناء البيت الأولاد أو البنات
ومدى يشتغلون، يقول لك انا اقعد بالبيت اساعد الوالد والوالده، فشيء جيد جدا. فهذا طبعا شيء نوبل يعني. يعني الطرح مال سيد عامر هي قضيه انسانيه بالاضافه الى قضيه عمل، فانت تدمج العمل مع الانسانيه. فهذا هو اللي يقول لك ذا انجلز يعني يسموهم بالمستشفيات النيرسينج. احنا حكينا عن موضوع الدراسه، وحكينا عن موضوع التعيين، وحكينا عن كثير من المواضيع، وقلنا انه مبلغ ماله يعني جيد جدا، اذا مو مبلغ فد مبلغ كبير او فد شيء، ومده مو طويله هي. فيعني حتى الشخص اذا دا يشتغل بشركه او دائره او فشي، اذا ياخذ له اسبوعين فيكيشن، ياخذ له اسبوعين فيكيشن بس، اوكي، اذا عنده فيكيشن ويجي يدخل المدرسه هذه. زين انتوا الدورات مالكم هي دائما عندكم دورات مستمره، مره كل شهرين، مره كل شهر، شلون الدورات مالكم؟ الدوره بالنهار تكون اسبوعين مثل ما يعني حكينا بيها، بس عندنا دوره مسائيه. الدوره المسائيه من الساعه 6 العصر لساعه 9 بالليل، بس يعني الدوره مسائيه بس الساعات اقل. فالدوره تطول تقريبا 5 اسابيع بدال اسبوعين. لان الوقت اقصر. نعم هذا في شيء جيد جدا. يعني حتى الناس اللي يقول اصل انت جبتي فكره ثانيه، يعني كنت اقول ياخذ له فيكيشن، انت قلتي الميريد الصبح مثلا، اذا يشتغل العصر يقدر يروح الصبح، واذا يشتغل الصبح يقدر يروح العصر. فهذا في شيء جيد جدا تساعدون يعني الابناء الجاليه بهالموضوع هذا. سيد عامر عندك اي اضافه، اي طرح، اي شيء اخر تقدر تضيفه؟ اضيف على كلامك، يعني هي التثقيف الصحي والعلمي الانسان يكون على علم، من يساعد أهله حيربط ويزيد من المحبة بين العوائل، وخاصة في هاي الفترة بمجتمعنا عوائلنا مشغولة وكذا وناقصة المحبة والحنية. يعني إيش قد حلو من الأب والأم يشوفون ابنهم أو بنتهم يجون يهتمون بيهم، طبعا، بينما دائما تاركيهم جايبين غربة أو ناس خارجيين فما يتقبل ويفضل. هو طبعا اذا يعني واحد من اولاده يساعده يعني افضل من ما يكون، والاولاد هم يتفرجون. يعني ناقصنا هذا الشيء بمجتمعنا، وبس تضحيه وتحمل وتاني، يعني انسانيه كلش كبيره. كل اهالينا يحتاجون الى المحبه والرعايه. هو المساعده الاسري، انت تعرف انه احنا ابانا وامهاتنا من يشوفون اولادهم تكون لهم افضل مما ياخذ له حبايه او يسوي له شيء، ليش يرتاح نفسيا انه يقول لك ابني او بنتي تزورني تاخذ كيربي يعني تراعيني كل، يعني نفسيا يشفون سعادة. اكثر يشفون اسرع مما ما يكون اذا واحد غريب، خاصه اذا جابه واحد مثلا والدتي ما تحكي انجليزي، من يجيبوا له واحد يحكي وياه لازم واحد من عندنا يكون هناك يترجم لها. فبالحال احنا عندنا راح يكون عندنا ناس خريجين يعرفون اللغه، يعني حتى لو ما يكونون اللغه الانجليزيه مال كلش قويه شو ما قال تاخذ فيرا، فبس بنفس الوقت راح يقدرون يساعدون، يروحون يشتغلون المعاهد، يشتغلون المستشفيات، بريهاب، راح يشتغلون، راح يساعدون حتى لو مو اباهم امهاتهم، ابناء الجاليه البقيه هذوك راح يرتاحون اني يعني عنده فد واحد. هسه انا من اروح بالرغم انه احكي اللغه الانجليزيه بصوره جيده جدا، بس من اروح للطبيب الطبيب يكون عربي يحكي اللغه العربيه او الكلدانيه افتهم عليه اكثر، لانكم مصطلحات مو كل انسان يفتهمها اذا قضاه طبيه. فهذه فشيء مهم جدا. اخت فيرا مره اخرى ممكن انه يعني فد كلمه اخيره لابناء الجاليه قبل ما ننهي البرنامج. الشيء المهم اللي اريد اعبره بانه الفرق مرة ثانية بين المحد مالتنا بين الغير، احنا نساعد الطالب يحضر نفسه للامتحان بالستيت، لان نعطيهم practice test اللي يجون من الستيت، فالطالب حتى يكون عنده ثقة اكثر بنفسه وما يكون متردد وما يكون خايف لما يروح ياخذ الامتحان مال الستيت. فانتم تطلد تحضروه نفسيا ومعلوماتيا، كل تحضروها اللي قدام قبل ما يروح الامتحان. نعم، والبراكتس تيست اللي احنا ننطي لهم اياه، يعني الاسئله تجي من الاكزامز الامتحانات اللي الستيت هي اللي تقدمها. طبعا احنا البرنامج اشرف على الانتهاء، شو ما قلت ببدايه البرنامج، انا سعيد جدا
وطبعا أشجع كل أبناء الجالية العربية والكلدانية الآشورية أنهم يكونون إحنا دائما الباك جراوند مالنا والخلفية مالنا إحنا كنا رجال أعمال وسيدات أعمال. اللي شو ما قلت فرحان جدا أنه هازبن أند وايف رجل وامرأة زوج وزوجة يقومون بإدارة عمل كهذا العمل. وطبعا يعني بنفس الوقت أبارككم وأتمنى لكم الموفقية وإن شاء الله تكون دائما النجاح أنتوا وبقية أبناء الجالية اللي يقومون بيش أعمال لخدمة الجالية ولخدمة أنفسهم. أعزائي المشاهدين إحنا كنا مع ضيوفنا الأعزاء السيد عامر والسيدة فيرا ججاوي من Priority Health Institution معهد الصحي لتعليم وتخريج النرسات والرجال الصحة والسيدات اللي يشتغلون بالقضايا الصحية. شو ما قالت الدورة إعادها مهمة جدا لأعيدها لأنه الدورة هي بس فقط أسبوعين 80 ساعة والكلفة مالها قليلة جدا. والأخوان الأخت فيرا والأخ عامر يساعدوكم على التخرج ويساعدوكم على الدراسة ويساعدوكم بس أنتوا يرادوا لكم أنتوا عندكم رغبة حتى تشتغلوا معايا والدفع بعد التخرج جيد جدا والعمل موجود. تلفونهم مرة أخرى هو 586-999-5085 وموقعهم على دكوندر ما بين 15 و 16 مايرود. وإذا أي واحد ضيع وما لقى التلفون وما لقى اسمهم يخبر أنك نجار ممكن نعطيكم المعلومات وساعدكم أوديكم عليها المحل هذا. ما عدنا مانع أن نشجع دائما أبناء الجالية اللي يقومون بيجي أعمال. شكرا جزيلا وأشكر MEATV وأشكر ضيوفي الأعزاء على حضورهم من الاستوديو. إن شاء الله نلتقي بكم مع ضيوف آخرين في الأسبوع القادم.